في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الحادي عشر في المجموعة الشوط السادس لفئة البكار من مسافة 1500 متر اللي في أول المراكز. هذه غارة للسيد محمد بن راشد بن ديلة مع غارة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه يخوض للسيد محمد بن سعيد آل خديعة في أول المراكز مع السيد عبد العزيز بن محمد بن سعيد آل خديعة في التضمير، أما اللي في ثالث المراكز هذه بعثرة ويدعو الملكية بعثرة للسيد مسفر بن محمد آل محميد مع بعثرة بتسلل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات، وأول المراكز مباشرة في ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذه دومة ويدعو الملكية دومة للسيد سالم بن سعيد الوارد مع دومة يتسلل إلى أول المراكز. ثاني المراكز هذه غارة للسيد محمد بن راشد بن ديلة، أما اللي فيه ثالث المراكز هذه خود للسيد محمد بن سعيد آل خديعة. رابع المراكز هذه تبليش ويدعو الملكية تبليش للسيد راشد بن حزام الزعبي مع تبليش من رابع المراكز إلى ثاني المراكز مباشرة، أما من خامس المراكز إلى ثالث المراكز هذه هيهات للسيد ناصر الصغير الزرعي مع هيهات الحين في ثالث المراكز. تبليش أول المراكز يدعو الملكية تبليش للسيد راشد بن حزام بن ديلة مع تبليش في أول المراكز، تسللت من الجانب الأيمن دومة ويدعو الملكية دومة للسيد سالم بن سعيد الوارد مع دومة في أول المراكز. ثاني المراكز اللي واصلة هذه تبليش للسيد راشد اللي في ثاني المراكز هذه رقم 12 تبليش للسيد راشد بن حزام بن ديلة في أول المراكز. في ثاني المراكز سللت إلى أول المراكز في هذه اللحظات هذه تبليش للسيد راشد بن حزام بن ديلة المري في أول المراكز مع تبليش التي انتزعت المركز الأول وسيطر سيطرة تامة. قلت هانينا والناموس للسيد راشد بن حزام بن ديلة على فوز تبليش بالمركز الأول، أما اللي في ثاني المراكز 7 و8 اللي جبار للسيد علي بن شفيع المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز الزيبة للسيد عبد الله بن حزام الزعبي، تهانينا والناموس التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 19 ثانية 38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.